ايوه يا عم اشرف، ايوه ايوه مصب النيل، مصب النيل وقاروص مصب النيل. الله اكبر عليك يا عم اشرف، صباح الفل، صباح قاروص، ان شاء الله تمسيتك عسل باذن الله. مصب النيل يا جماعه، سمك مصب النيل. ورينا كده حاج، هي ما شاء الله ما شاء الله، هتخشلنا عن كده ان شاء الله يا عم اشرف. والله الله كريم يا عم اشرف والله. ايوه حبيبي، صباح وصباح. ماشي يا عم، كنت رامي جوه ولا بره؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده انا في مكان تاريخي كده، يعني كنت بنحاول نصطاد سمك بس مفيش سمك بصراحه، فقلت مش هينفع ان انا نعدي اليوم كده من غير ما نصور لكم المكان ده. طبعا دي اخر نقطه في بوغاز رشيد او في النيل الرشيدي. بصوا يا جماعه، المفروض ده النيل، مش عارف ظاهره غريبه كده حصلت في المنطقه دي. هو احنا المفروض ان احنا في وقت جازر، يعني البحر بيبقى ناقص، ولكن ده اوفر، عملت كده زي نظام ايه، جزيره بحيرات، شايفين؟ ده يا جماعه اخر مصب النيل، بس هو الرمله دي اتعالت خالص كده، عملت زي تبه كده زي ما انتم شايفينها. احنا كده واقفين في قلب النيل اصلا. المايه اللي انتم شايفينها دي يا جماعه كانت من وقت المد، بس مش عارف ازاي النقص ده حصل كده. دي اخر نقطة في نيل الرشيد، المنظر جميل زي ما انتم شايفينه. يا عم اشرف ابو شكور، مجرى ملاح يا جماعه، ده مخرج مراكب الصيد من هنا، ومستقبلا ان شاء الله هيبقى فيه ميناء تجاريه. ولكن انا الغريب في الموضوع ان انا اول مره نشوف نقص بالطريقه دي في البحر. انا هنتابع الموضوع ان شاء الله، ولو في جديد هنبلغكم بيه لان انا موجود على طول. ولكن دي نهايه الفيديو، تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لنا لايك بالله عليكم، ولو عجبكم